مشاهدينا صباح الخير لكم لليوم وين ما كنتوا عم بتتابعونا، منرحب فيكم لصبحية جديدة عبر شاشة تلفزيون لبنان. منرحب فيكم على أمل دايما تكونوا عم تستفيدوا وتستمتعوا برفقتنا على مدار ساعتين ونص من الوقت لليوم. نحن وياكم رح نحاول نضوي على أبرز الأنشطة المختلفة والمتعددة الموجودة طبعا على الساحة اللبنانية. مع بداية يوم جديد ما فينا إلا ما نقول صباح الأمل المنسوج بخيالات، خيالات يمكن تكون حقيقة ويمكن ما تكون حقيقة، أمل عم بيتراوح بين الحقيقة وما بين غير الحقيقة، أمل عم نتمسك فيه كلنا كلبنانيين من مختلف المناطق ومن مختلف الاتجاهات لحتى نقدر نكمل هذا المشوار. يوم بعد يوم يمكن الأمور عم تصعب، يوم بعد يوم عم نتفاجأ بأزمات كتيرة وكبيرة عم توصل لبيوتنا وعم توصل لحياتنا اليومية، ولكن كلنا أمل بأنه البكرة أفضل، بأنه بعد الأزمة لابد أنه يكون في انفراجات ويكون في إيجابيات ناطرتنا. على هذا الأمل منكمل حياتنا ومنكمل مشوارنا بكتير من الثقة وكتير أيضا من الإيجابية. لليوم بينضموا لنا مجموعة من الضيوف، مجموعة طبعا من الضيوف رح أعرفكم عليها تباعا. البداية مع دكتور نبيل حسني الباحث والكاتب، وهو أيضا رئيس جمعية التربية على السلام. مفهوم السلام وكيفية التربية على هذا المفهوم ضمن أولى لقاءاتنا الحوارية. ضمن عالم الإصدارات الجديدة نحن وياكم رح نتعرف على كتاب جديد لدكتور محمد ناصر الدين الشاعر والأستاذ المحاضر بالجامعة اللبنانية. إلى عالم المسرح والندوات المسرحية، بحث بيحمل عنوان السينوغرافيا من الرؤية الإخراجية إلى التكامل العرضي المسرحي للبروفيسور طلال الدرجاني. كل التفاصيل مع دكتور ماريا كريستي باخوس وهي أستاذة مسرح بالجامعة اللبنانية. أستاذ إبراهيم إبراهيم رئيس جمعية تيرو للفنون بينضم لنا لحتى نحكي عن مجموعة من العروض للأفلام القصيرة. وختام لقاءاتنا لليوم ضمن عالم الرياضة مع البطلة مايا كلش ومدربة والدها علي كلش لحتى نحكي عن المشاركة الأخيرة لهم ضمن بطولة المواي تاي. هل هن ضيوفنا لليوم مشاهدينا، ضيوف متعددين ومواضيع أيضا متعددة. أما هلأ صار الوقت نحن وياكم نتعرف على أحوال طرقاتنا اللبنانية، سوا مننتقل مباشرة إلى غرفة التحكم المروري. صباح الخير. صباح النور، سعد صباحكم. أهلا وسهلا. بداية منبلش من المداخل العاصمة. اليوم عندنا حركة كثيفة عم يشهدها المدخل الشمالي ابتداء من نهر الكلب، وهيدا الشيء بسبب حادث كان على جسر الدورة تمت معالجته، كان في عنا تسرب لبعض المحروقات فخفت سرعة السير وصار في عنا هذا الضغط. نبلش من نهر الكلب دبي أنطلياس، أيضا طريق البحرية عم تشهد كمان حركة كثيفة، أيضا من ساحة أنطلياس باتجاه الأوتوستراد وصولا حتى الدورة. بتبلش الحركة تصير ناشطة ابتداء من الدورة باتجاه الكارنتينا، ومن الكارنتينا باتجاه شارع الحلو حتى وسط بيروت. كمان عنا بلفار سن الفيل تقاطع الجديدة حركة كثيفة، بتبلش تصير ناشطة ابتداء من الصالومة وكثيفة من جسر الحايك باتجاه جسر الواطي والمكلس. حركة طبيعية على المدخل الجنوبي بداية من المدينة الرياضية مرورا بجسر الكولا حتى نفق سليم اسلام ووصولا لوسط بيروت. حركة عم تكون طبيعية على هذا المدخل. المدخل الشرقي حركة من اليرزي بتبلش طبيعية السياد، بتصير كثيفة ابتداء من اتصال الرئيس إميل لحود وصولا للكارنتينا. أيضا حركة ناشطة بشهادة برج جسر برج حمود باتجاه الأشرفية، وجسر العدلية بيشهد حركة كثيفة باتجاه الأشرفية. داخل العاصمة حركة ناشطة من المتحف باتجاه العدلية،
كمان طبيعية على البردية بالاتجاهين، طبيعية على كورنيش مزرعة، تقاطع برج الغزالة الأساسية حركة ناشطة، وتقاطع برج المر الحمراء أيضا حركة ناشطة، والواجهة البحرية عين المريسة أيضا طبيعية بالاتجاهين. بالنسبة للطرقات الجبلية، أولا منبلش بطريق ظهر البيدر، هي سالكة لكل المركبات، ترشيش دحلة للسيارات دفع الرباعي والمجهزة بالسلاسل المعدنية. نعم. كمان نشير للطرقات المقطوعة بسبب الاحتجاجات شمالا عن مساحة النور وتسراج البداية وساحة حلبة. كمان نعم. بس للطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، الأرز عينات حدث بعلبك فرزبيان، العقورة أفقى، الهرم الجردي مربين، نعم. كفرية معاصر الشوف، حدث الجبة تنورين، واللقلوق شتين. هذا كان بالنسبة لحركة السير. بالنسبة للإحصاءات، سجل عنا 8 حوادث للأسف نتج عنها قتيل و11 جريح. محاضر السرعة الزايدة 371 محضر سرعة زايدة. هذا كان كل شيء اليوم. شكرا لك استاذ طالب بره، طبعا من غرفة التحكم المروري. مشاهدينا سوا نتابع بإطار برنامجنا، بينضم لنا ثائر حسكور مع مجموعة تمارين رياضية. مشاهدينا عودة لكم لنتابع صبحيتنا، وإن ما كنتوا عم بتتابعونا نحن وياكم مستمرين. وبداية لقاءاتنا الحوارية لليوم مع عالم الإصدارات الجديدة، إصدار بيحمل عنوان حدادون وخيميائيون. إصدار طبعا عنوانه صعب، ولكن رح نحاول نحن وياكم قدر المستطاع نفكك هيدي المصطلحات ونتعرف على تفاصيلها مع دكتور محمد ناصر الدين، الشاعر والأستاذ المحاضر بكلية العلوم بالجامعة اللبنانية. دكتور محمد صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. معنا قلنا حدادون وخيميائيون عنوان الكتاب اللي هو صدر بال 59 باللغة الفرنسية للكاتب مرسيا الياد اللي هو من أصل روماني بطبيعة الأحوال، وحضرتك ترجمته اليوم بال 2019-2020 للغة العربية. أول سؤال بديهي بيخطر على بالي، ليش إصدار من يعني عمره هالقد، إصدار من 59 اليوم تتم ترجمته إلى اللغة العربية؟ هل أتسب إنا هني يعني أول شيء نحن في تأخر بحركة الترجمة بالعالم العربي، في أمهات الكتب الفكرية بعدها ما ترجمت، ما ترجمت للغة العربية، حتى في كتب لفرويد ورسائل فرويد ويونغ يعني ولأعلام الفلسفة والفكر بالغرب، إسبانيا لحالة بتترجم سنويا قد اللي بترجموه العرب بعشرين سنة. فنحن هذه أول شغلة، بس هو الكتاب ترجم هلأ نظرا لأهميته. موضوعه للكتاب هو موضوع مستجد، يعني الحاجة إلى الدين، الدين هو موضوع إشكالي اليوم، من حاجة روحية للإنسان إلى الإكستريم الثاني. يعني الوزده مضمون الكتاب يتماشى مع عصرنا، مع واقعنا اليوم باللي نحن عم نعيشه كلبنانيين وكمحيط، صحيح؟ تخلصوا منه هذا الواقع بأوروبا، يعني إذا تم إصداره بفرنسا بعتقد بال 59، تخلصوا هني من هذا الواقع اللي نحن عم نعيشه اليوم، يعني مجتمعهم تطور وتقدم ونحن ما زلنا عم نعيش هذا الواقع؟ يعني أوروبا قطعت مع الدين كممارسة اجتماعية وفصلته عن الدولة كممارسة سياسية، بس بيبقى المجال اللي بيشتغل فيه الياد هو المجال الإنساني، كالدين كحاجة روحية والحاجة إلى المقدس حتى بالعمل. تمام. هي حاجة مستمرة، فمن هون راهنية الكتاب وحاجتنا له بهذا الزمن. تماما، لنعرف الناس لهيك نحطهم بالإطار العام، كاتب هذا الإصدار مرسيا الياد، يعني ياريت تعطينا هيك نبذة سريعة حوله لحتى نعرف عن شو رح نحكي بعدين. مرسيا الياد هو عالم أديان روماني، عاش برومانيا فترة صغيرة، كان عنده شغف بالأديان وبالخيمياء اللي نحن إذا بنعرفها هي الألشيمي. يعني كلنا بنعرف الألشيميست رواية باولو كويلو الشهيرة، اللي أنا متأكد أنه هو مطلع على هذا الكتاب بالتحديد. كان الخيمياء هي تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب، اللي هو كانوا بيعتبروه بالهند وبالمحلات التانية أشرف المعادن. مرسيا الياد كان عنده شغف من عمر 13 سنة بالحصول على حجر الفلاسفة اللي حكي عنه كويلو بعدين، اللي هو عبارة عن حجر بيحول كل الأشياء إلى ذهب. تماما. فراح على الهند بعمر 22 سنة، درس الأديان الهندية كلها
ودرس اللغة السنسكريتية بكافة اللهجات اللي بتنحكى بالهند، هذا فتح له أفق معرفي كبير. نعم. الاطلاع على علوم الهند وعلى الحكمة الهندية والحكمة الشرقية عموما. ورجع على بلاده رومانيا، وبعدين هاجر مع مجموعة من المفكرين الكبار على فرنسا، أن كانوا 4 مفكرين ساهموا بالحياة الفكرية والثقافية الفرنسية بدرجة رهيبة: مرسية إلياد بعلوم الأديان، أميل سيوران بالفلسفة، تريستان زارا هو العمل الحركة الدادائية وبعدين السوريالية، ويوجين يونسكو بالمسرح. نعم، لكن الخلفية تبعه تبع الكاتب هي فلسفية دينية، متخصص بالعلوم الدينية. صحيح. تحديدا من العنوان حدادون وخيميائيون، قلت لنا الخيميائيون هن الناس اللي بيحولوا الحديد إلى ذهب، إلى يعني المعدن الرخيص إلى معدن ثمين بصريح العبارة، هو علم الشيمي. يعني هو الشيمي هي أم الكيمياء، يعني إذا بدك هي الكيمياء القديمة. أوكي. بس اللي بيفرق أنه كانت تحتمل بعد قدسي، يعني كان في شيء سكري بقلبها تماما، اللي فقدته الكيمياء الحديثة. الخيميائي لأنه كان في تجربتان، التجربة الخارجية هي تحويل المعادن إلى ذهب، بس كان يصاحبها تجربة داخلية، يعني لا ينفصل الشخص اللي بيشتغل بالخيمياء، ما بتنفصل روحه عن المادة البرانية، هو عم بيخلص نفسه بالنهاية، عشان هيك كانوا هن عم بفتشوا، كانوا في مقاربة ما بين النفس والعلم والمادة الروحانيات. هن كانوا عم بفتشوا على شيء اسمه إكسير الخلود، يعني عم بفتشوا على مادة كمان، مثل ما المادة بتتحول إلى شيء أثمن، كانوا عم بفتشوا على خلود الروح. نعم دكتور، مع الأديان السماوية هذا الكلام كيف يترجم؟ يعني اليوم البحث عن إكسير الخلود، البحث عن خلاص النفس اللي قدمته الأديان السماوية، أعطت إجابات صريحة وواضحة عن هذا الموضوع. كل الأديان السماوية كان يهودية المسيحية والإسلامية بطبيعة الأحوال، اليوم البحث عن الخلود وعن إكسير الخلود والخلاص ما أصبح خارج الزمن بمحل في أديان سماوية قدمت أجوبة؟ هلأ هو بتجربة الخلاص وانبعاث الأجساد، يعني ونرجع نحن نتلاقى بالناس اللي منحبهم يوم الدينونة مثل ما بتسميه المسيحية، أو بيوم القيامة عند المسلمين، هذا شيء موجود. بس اللي أضافه إلياد راح أكتر صوب القبائل الأفريقية، راح على ماليزيا، شاف التجارب البدائية حتى، وهذا أهمية شغله، أنه لم يقلل من شأن أي تجربة دينية بهذا العالم، وافترض هو أنه الثقافة الإنسانية هي ثقافة تراكم. طبعا. يعني نحن نجمع ولا نفرق، وهذه أهميته لهذا الكتاب اليوم، أنه نحن ننظر إلى الدين بعين جديدة، بعين جميلة، نطلع على كل تجارب الأمم اللي قبل، ونراكم هذه المعارف بلا ما نستخدمه للدين كوسيلة للقتل اليوم وللبغضاء وللتفرقة بين الناس. تماما تماما، يعني الكتاب يعني لا خلينا نقول يعني ما فينا نحدده بالأديان التوحيدية، الأديان اللي يعني اللي عندها إله واحد، اللي أدياننا يعني المسيحية اليهودية والإسلامية. الكتاب يعني يتخطى هذا الشيء وبيروح إلى نمط تاني من الأديان، يعني أديان يمكن هو بيعرض تؤله أشياء أرضية، هو لا بيعرض بانوراما عن كل الأديان، يستشهد بالثقافة الإسلامية، يستشهد بالمسيحية كتير، خصوصا بفكرة الأمومة، الأم والابن، لأنه حتى بالمعادن في جنسنة للمعادن، يعني المعادن انعملت ذكر وأنثى وأب وأم بالتاريخ، ففي مقطع يستند إلى المبدأ الأمومة المقدسة المسيحية. وحتى في محل كمان بيستشهد بالدين اليهودي، بس بيقول كمان أنه الأمم الباقية على الأرض خصوصا بمناطق مثل سيبيريا، مثل ماليزيا، مثل بأفريقيا، نشأت حضارات عندها نظرة دينية كمان مختلفة، غنية ومختلفة بطبيعة الأحوال. دكتور، إذا بدي لخص صلب موضوع هذا الإصدار، صار واضح جدا التكامل ما بين العلم والدين، صار واضح جدا المفهوم اللي عم بيحاول يقرب لنا إياه الكاتب، أنه يمكن للعلم أن يكمل الدين، يمكن للدين أن يكمل العلم، ولا تعارض بينهم، واضح جدا هذا المفهوم. الفكرة الأساسية اللي بتمحور حول هذا الكتاب، شو بده يقول الكاتب؟ الكاتب عم بيقول انه العلم القديم اللي هو الخيمياء والحدادة، انه الحداد كانت الحدادة نيزكية في بدء الامر. أوكي. الناس ما عرفوا الحديد الا من النيازك النازل من السماء، فكانوا يعطوا قيمة مقدسة لهذا الحديد لانه هو يعني قادم من الاعلى من السماوات، اجسام غريبة عم بيشوفوها، وصار الحداد هو اللي بعدين الحديد الارضي تصاحب مهنة الحدادة الطقوس. والخيمياء نفس الشيء، تجربة داخلية وخارجية. اللي بدي أقوله هو اللي قلته أنت، الانفصال اللي عملته أوروبا بين العلم والدين بآخر مقطع
هو بيقول انه لم يكن انفصالا حميدا، يعني اوروبا تخلت عن اجمل ما في روحها حين تخلت عن البعد القدسي. مش ضروري يكون بعد تعبدي او تنسكي، بس بيقول انه الانسان القديم كان الدين يسنده بعمله، يعني اذا بده يشتغل 10 ساعات كان يعتبر العمل مبارك، يعني في بعد قدسي بهذا العمل. فبيقول اليوم حين تحول العمل الى وحدات للعمل، انا بعده للعمل بالساعات صحيح. وبطلت حبه لهذا العمل لانه ما في شيء عم بيزكي، مفهوم الرساله والقدسيه فقد، عن بس فقد هذا الشيء، كانه فقدنا اجمل ما فينا. فهو باخر فصل وهو الاهم عم بيدعو الياد الى اختراع معادلة فورمول تعيد القدسية، حتى لو ما كانت قدسية دينية، بس اي الى اعادة اختراع قدسية ما لنجمل هيدي الحياة المادية. وكأنه عم بيقول انه الانسان بحاجة الى الروح، الى 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 شيء مقدس دائما، بحاجة الى قوة عظمى كبيرة صحيح. لحتى دائما تكون محرك اساسي لأنه دكتور عناوينه الثانية اذا بتشوف عناوين الياد الباقية دائما في المقدس والعادي، المقدس الدنيوي، دراسة المقدس. دكتور يعني هذا الكلام جدا مهم اليوم، نحن بزمن كلنا ندعو فيه إلى فصل الدين عن الدولة، إلى العلماني بالدولة، إلى الدولة المدنية، اللي هو موضوع جدا محق وجدا مطلب. ولكن مفهوم هيدي العلماني والمدنية، مفهوم فصل الدين عن الدولة، هل نحن بحاجة لاستنساخ التجربة الأوروبية، أم نحن بحاجة لأنه فعلا دولة مدنية ولكن مع الإبقاء على مقدساتنا وعلى الأمور الروحية اللي هي بتميز هذا الشرق وبتميزنا كلبنانيين؟ أنا يعني إذا كان العلمانية هي إلغاء الطائفية السياسية وأنه نشيل الدين على جنب بتعاملاتنا السياسية وبالتوظيفات، أكيد نحن من أول الدعاة لهذا الموضوع. بس أنا لا أدعو إلى قتل الدين في النفوس، يعني الدين هو قوة. جرب ماركس بمحل أو لينين الدين أفيون الشعوب، بس نحن يعني بالاتحاد السوفيتي حتى صاروا المسلمين يرسموا صورة محمد اللي مش موجودة بالتراث الإسلامي خوفا على هويتهم وعلى لا. إذا الدين كمجال شخصي، إذا نحن بدنا نشوفه كاستاتيك وفضاء للإبداع، في بالتراث العربي والإسلامي حرية كفلها الإسلام، حتى بحكيوا عن يعني حرية بجنسية على انفتاح فكري بالمسيحية موجودة بالأديان كلياتها. أنا بقدر عيشها بقلب بيتي هذه، بس ما ضروري بيني وبين بين خي بقلب المجتمع تصير هيدا حاجز بيناتنا. يعني نعم، يعني اليوم ضرورة يعني أنه نوصل لدولة مدنية، دولة فيها مساواة بالحقوق والواجبات عند كل الناس، ولكن أيضا ضروري التمسك بالبعد الديني عند وكأنه يعني اليوم عدم استنساخ التجربة الأوروبية، وخاصة التجربة الأوروبية اللي ما في يقول أثبتت فشلها، وكأنه تثبت فشلها اليوم مع تراجع دور الدول الأوروبية، كان على الصعيد الدولي الدبلوماسي، على الصعيد يعني على كل الصعد حتى اقتصاديا. اليوم في يعني أثبت التجربة أنه وكأنه لم تنجح هذه الحركة اللي صارت للآخر. احنا ما راح نحاكمها للتجربة الأوروبية هيك ككل كأبيض وأسود، بس فينا ننظر إلى تجارب قريبة علينا. بناخد سنغافورة، سنغافورة كانت دولة يعني ما فيها بنية تحتية. حين سؤل الرئيس السنغافوري انتو هالمعجزة اللي عملتوها كيف، قال يعني لما أردنا التقدم والتكنولوجيا نظرنا إلى الغرب فينا نستفيد من ولما أردنا الحكمة والمبادئ والقيم عنا تراث من الأديان السماوية عميق استمدينا منه، قدرنا نعمل هذه الفورمولا اللي عم بفتش صحيح. عليها الياد نخلق من اثنين، يعني لا صحيح. نلغي ذاتنا نحن ولا نستنسخ الغرب صحيح. نطلع مسخ مش معروف شو هويته. تماما، ضرورة العمل نعمل توازن ما بين التطور التكنولوجي والحداثة اللي احنا بحاجة لها وما بين مبادئنا والحكم اللي ربينا عليها بطبيعة الأحوال. دكتور، الأعمال الترجمية، الأعمال اللي تترجم إلى اللغة العربية من لغات أخرى، بعتقد الترجمة من اللغة الفرنسية هي ترجمة سهلة بما أنه اللغة الفرنسية لغة حية اليوم ما زالت موجودة. قديش في أهمية لنكون أوفياء بعملية الترجمة ونقل الفكرة مثل ما هي، وقديش هذا الشيء في صعوبة بنفس الوقت؟ صعوبة كبيرة. يعني أنا الشاعر، أنت قدمتني بالشعر خصوصا، حتى لو بالفرنسي واللغة سهلة مثلا، لا يترجم الشعر لغة حية، مش سهلة، لغة حية. فمثلا أنت بتشوف أعمال بودلير المترجمة للعربي أو رامبو، عادة المترجم إذا ما كان شاعر ويمتلك هيك حد أدنى من الإلمام بالعملية الشعرية أو بالصورة اللي بده يرسمها الشاعر، نعم.
صعب. هلا بالعلوم المعرفيه اسهل اسهل، لانه القاموس اللي عندك اياه هو قاموس معروف، يعني قاموس المصطلحات العلميه، وهون الامانه ضروريه جدا. بالشعر ممكن شخص يتصرف انا بحس تماما، ولكن باللغه العلميه لابد من وجود الامانه. دكتور، في صعوبه بالترجمه خاصه لما يعني نحن دول عربيه، دول مشرقية، وهن دول أوروبية، يعني في عندك عادات مختلفة، عندك مصطلحات بتعبر عن أمور مختلفة. يعني اليوم لما بده يعبر، لما نحن بالشرق بدنا نعبر عن شيء بيفرحنا بنقول أسلج قلبي، لأنه نحن يعني تعرف موضوع الصحراء والشوب. بالغرب تماما يعني بيعبروا بطريقة تانية، دول آسيا وبردة وفيها برود. اليوم هذا مثل بسيط لأقول قديش اليوم كمان لابد من البحث أبعد من يعني الترجمة اللغوية البحتة، لابد من ترجمة المصطلح كمصطلح. صح، هذا موضوع كتير مهم اللي عم بتصير. ونحن في مجمع لغة عربية بيجتمع بالعواصم الكبيرة بسوريا، كان عنده اجتماعات دورية وبضيفوا هني مصطلحات على القاموس اللغوي العربي. اصطلاحاً عم نحكي، لم تصنف اللغة العربية لحديت هلأ كلغة علمية، بينما الدولة العدوة اللي لقلنا اللغة العبرية صنفت، يعني لغة علمية العبرية صنفت كلغة علمية، يعني أي مصطلح موجود بالعلوم الغربية بتلاقي له مرادف. نحن بحاجة لورشة كبيرة من علماء اللغة اللي موجودين، يعني اللغة العربية لغة حية، هي لغة الشارع، وعند يعني لغة القرآن بمحل. تكيفت هذه اللغة مع العلوم بالتاريخ، يعني بالعصور الذهبية للحضارة الإسلامية إن كانوا يصدروا، يعني في مصطلحات بأوروبا باللغة اللاتينية حتى اجت من عنا. هلأ نحن كسلانين عن هذا الجهد، يعني هذا الجهد لازم ينعمل. كسلانين زيادة عن اللزوم، زيادة عن اللزوم. صح، في تراخي، وفي اليوم البست سيلر هو اللي بيترجم. يعني المترجمين العرب إذا بتطلع رواية ما بعرف لدان براون يمكن، أو ما بدي أقول كتير أسماء، على أهمية ترجمة هذه الروايات كمان، واللي هي ضرورية لأنه في ناس بتحب تقرأ. بس عم نحكي كترجمة معرفية معنا، فقيرة مقارنة به، نفتقر إلى هذا النوع من الترجمة. دكتور، اليوم حضرتك محاضر بكلية العلوم، وحكينا عن مبدأ التكامل ما بين العلوم وما بين الأمور الدينية. قديش اليوم منسمع صرنا كتير الأعجاز العلمي في القرآن الكريم، الأعجاز العلمي في الكتاب المقدس، آيات معينة تشير إلى حقيقة معينة علمية، أكان عند الديانة المسيحية أو الديانة الإسلامية. قديش هذا الموضوع أصبح ترند إذا صح التعبير بهذه الأيام؟ بس نحن بحاجة لحفر معرفي بهذا الموضوع، وبحاجة لإضاءات فلسفية. يعني في جدل كبير على هذا الموضوع. القرآن أنا بالنسبة لي هو كتاب هداية، وهو كتاب لغة، يعني هو كنز للغة العربية. هلأ حكي القرآن الكريم مع الناس بلغتهم والكتاب المقدس، بس السؤال الكبير أنه الحقائق العلمية الكبرى، هل مطلوب نتعامل مع القرآن الكريم أو الكتاب المقدس ككتاب كيمياء أو كتاب خيمياء؟ بس إذا قدم معلومة علمية أو في أي معينة تشير إلى حقيقة علمية، ليش لا؟ هو يدعو إلى التفكر بالكون، والعلم مش مفصول عن هذا التفكر، ففي إشارات علمية بقلبه. بس أنا ضد أن يتحول هذا الكتاب إلى كتاب فيزيك، ومش كتاب فيزياء أو بيولوجي. ما حدا عم بيحولها للكتب السنوية إلى كتابات علمية بحتة، ولكن في حقائق علمية يعني موجودة داخل الكتب السنوية. هن الأنبياء وتفكروا بالكون كتير، يعني ويتفكرون في خلق السماوات والأرض بالقرآن الكريم. لابد أنه تمرق إشارات بهذا الموضوع. دكتور، هذا الإصدار مثل ما قلنا للكاتب الروماني على الأصل، واللي صدر باللغة الفرنسية بال 59 تحديدا، مارسيا إلياد حدادون وخيميائيون، ترجمته حضرتك إلى اللغة العربية لحتى فعلا يغني المكتبة العربية بلغة علمية. لابد من التفكر فيها، ولابد أيضا من أن يكون عندنا هذا النوع من الإصدارات. أهلا وسهلا فيك معنا بهذه الصبحية. شكرا لك أستاذ المحاضر بالجامعة اللبنانية الشاعر، والأستاذ المحاضر بالجامعة اللبنانية كلية العلوم دكتور محمد ناصر الدين. أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا لك. مشاهدينا، نتابع نحن وياكم بإطار برنامجنا مجموعة من المواضيع ومجموعة من الضيوف بينضموا لنا تباعا. بريك قصير ومنتابع من بعده بقية فقراتنا.
في الجامعة اللبنانية وخاصة في كلية الآداب دأبنا منذ فترة منذ حوالي سنتين على إقامة المؤتمرات العلمية التي تنظم في كلية الآداب، ويشترك في هذه المؤتمرات العديد من الباحثين والجامعات العربية وأحيانا الجامعات الدولية. وأهمية هذه المؤتمرات هو للتأكيد على دور وأهمية الجامعة اللبنانية بانفتاحها على العالم كاستراتيجية تتبناها الجامعة، ولإضافة معرفة جديدة، لأن التفاعل بين الجامعات وبين الباحثين يضيف معرفة جديدة. وهذا المؤتمر الحقيقة يشكل تظاهرة علمية نسبة إلى عدد المشاركين من الباحثين من الدول العربية ومن الجامعات العربية. فأهمية هذا المؤتمر تكمن في هذه النقطة من جهة، وتكمن في التوصيات التي ستصدر عن المؤتمر والتي تعنى بدور العلوم الإنسانية في بناء المجتمعات. وخاصة نحن اليوم في الوطن العربي نعاني على هذا المستوى، فيأتي هذا المؤتمر ليحاكي الكثير من المشاكل والكثير من القضايا التي يعاني منها المجتمع. من هنا تكمن أهمية أن يصدر المؤتمر مجموعة من التوصيات الجدية القابلة أيضا للتنفيذ، إن كان على المستوى اللبناني ولا على المستوى العربي. وأيضا تستفيد الجامعات من هذه التوصيات لتعمل على تطوير أيضا ذاتها. هذه المؤتمرات مهمة بالنسبة للجامعات، أولا لأن هي بتسمح لنا أنه نتواصل مع جامعات أخرى ما عدا الجامعة اللبنانية والجامعات بلبنان، ولكن كذلك جامعات بالعراق وجامعات بإيران. هذا الانفتاح يعني فيما بيننا ضروري لحتى أولا بيقوي المستويات العلمية، بيقوي التبادل ما بين الطلاب وما بين الأساتذة، بيقوي المعرفة. نحن يعني حضارات نعرف الحضارات الغربية أكثر ما بنعرف حضارات بلادنا منطقتنا، فهيدي ضرورية بقى أنه نحن نفتح على بعضنا أوكي من خلال المعرفة ومن خلال الانترنت. أكيد في عنا أمور كثيرة تسمح لنا هذا الانفتاح، ولكن نحن لا نستغلها. بقى هذا المؤتمر وصار قبل كمان مثل ما قالوا بالكلمات، هي يعني لحتى نمد هالجسور هيدي. نحن دائما نمد جسور مع يعني العالم المتحضر كأنه نحن ناقصنا حضارة، يعني لا، نحن عنا حضارتنا وعنا معرفتنا، ويكفي انه نمد اليد، بعتقد اكثر ما انه نمد جسور، يعني اليد لبعضنا لحتى نتكامل يعني ونتكاتف وفعليا نطور. خاصة الأداب يعني بدها تطوير، بدها عمل، يجب ان يكون هذا العمل على مستويات الكليات بجميع الوطن العربي والإسلامي. نحن بالنسبة للمؤتمرات اللي عم تحكي عن المعرفة إجمالا عم نتابعها كاتحاد أكاديميين والعلماء العرب، ومن ضمنه هذا المؤتمر اللي له إنجازات مهمة من جهة توسيع المعرفة. المعرفة مثل ما بنعرف نحن كلنا سواء أنه هو متابعة مثل ما قلت حضرتك، وهو استمرارية، وهو حتى تطوير ومعرفة مستدامة، ومن خلال علاقتنا مع الاتحاد والعلماء بجميع أنحاء العالم. انعقاد المؤتمر اليوم ببيروت هو إصرار من قبل الأكاديميين والمثقفين على المتابعة والتطوير، وخاصة في ظل ما يحصل في العالم العربي من الظلم وبحق المثقفين. الاتحاد نحن اللي ابتدينا بعملنا عم نواكب جميع ما عم بيحصل على الأرض. من جهة المؤتمر والمؤتمر الحالي هو استمرارية، هو علاقة ما بين المثقفين العرب من جهة من العراق ولبنان والجزائر. انعقاده بحد ذاته هو إنجاز في هالظروف. نحن شو بنقدر نستفاد منه؟ نحن خلال التوصيات مثل ما انعقدت التوصيات السابقة، إن شاء الله بالتوصيات هيدي كمان يكون في لها حيثيات على الأرض إن شاء الله.
نحن بطور التنسيق الدائم مع عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية البروفيسور الدكتور أحمد رباح ومع رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد أيوب لإحياء المؤتمرات اللي لها علاقة بكلية الآداب بشكل عام، كلية الآداب الفرع الخامس بشكل خاص، وكنا منظمين مؤتمر ب 30-31 تشرين الأول تم تأجيله فقط للظروف الأمنية الراهنة. نتمنى كل التوفيق لهذا المؤتمر اللي له علاقة بكلية الآداب، وهي مؤتمرات علمية إنسانية دولية حول أيضا القراءات المعرفية اللي عم بيعيشها عالمنا العربي. هذه المؤتمرات حقيقة تقوي أواصر الثقافة والتعاون المعرفي بين الشعوب وبين الجامعات، هذا أولا. وثانيا في هذا الوقت الحرج الذي تمر به لبنان ويمر به العراق، لابد أن يكون للباحث العراقي والباحث اللبناني والعربي، كون أن هذا المؤتمر يجمع 14 جنسية عربية وأيضا هناك جنسيات أجنبية في هذا المؤتمر، إذن كان لابد أن يكون هناك حقيقة صوت واضح للباحث العلمي في أن يقول نحن هنا. فرصة للتلاقح، فرصة لتبادل الخبرات، فرصة لاكتساب مهارات في العلوم الإنسانية والاجتماعية. أنا سعيد جدا أن أكون هنا في ضيافة هذا المؤتمر الكبير وفي ضيافة لبنان العزيزة، وشاكر جدا لهفوة الاستقبال وكرم الضيافة العربية الأصيلة التي استقبلتونا بها هنا في لبنان. نحن المحور التاريخي اللي أخدينه فيه 16 دكتور جاي من برا، كلهم من الجزائر ومن العراق ومن المغرب ومن مصر، الحضور كان مهم جدا. يعني تفاجأنا نحن في ظل الأوضاع الموجودة على الساحة اللبنانية برضو حضروا كل الأساتذة وحاضرين وباحثين ومحضرين للمؤتمر. صراحة مبارح الوفود، بس بلش توصل الوفود مبارح على الأوتيل، تفاجأنا أنه رغم كل الصعاب الكل موجود وحاضر. والتاريخ بشكل عام لازم يتأكد المشاركة بالأساتذة التاريخ، لأنه اليوم إذا ما بيتعلم الإنسان من التاريخ اللي مر فيه ما بيقدر يحسن للمستقبل. في الحقيقة المؤتمر العلمي مهم جدا لأنه منفتح على العلوم الإنسانية والاجتماعية بكل تخصصاتها، والمشاركة فاعلة من كل الدول العربية وحتى الإسلامية، يعني وهي خطوة جديدة تحسب للجامعة اللبنانية أنها لمت هكذا الشمل في قراءة معرفية جديدة للعلوم الإنسانية والاجتماعية. أن ما يميز حضارة اليوم أنها تقوم على مجتمعات المعرفة، وفي مجتمع المعرفة تكون المعرفة حقا للجميع ومتاحة للجميع، ويكتسب تحديد توفلر لمراحل الثورات الكبرى التي أحدثتها الإنسانية أهمية خاصة، فهو يتحدث عن ثلاث موجات أو مراحل مرت بها الإنسانية، ويبني كل مرحلة بحسب نوع الطاقة المستخدمة، إذ يرى أن المرحلة الأولى اعتمدت فيها الإنسانية على البخار والفحم والحديد، بينما اعتمدت المرحلة الثانية على الكهرباء والنفط والطاقة النووية. أما المرحلة الثالثة التي نعيشها اليوم فقد استلهمت العقل البشري والمعرفة الإنسانية وقودا حضاريا لا ينضب ولا يفنى أبدا. بغداد التي أبت إلا أن تمد يدها لبيروت ليشكل معا جسرا معرفيا للعبور نحو غد أفضل. شكرا لكل باحث منكم حمل نبراس العلم غير آبهم بالصعاب، كيف لا والعلم ميراث الأنبياء. لا شك في أن البحوث العلمية الإنسانية والاجتماعية قد أسهمت بفاعلية في رفض الإنسانية عموما بمختلف الكتب والإبداعات العلمية التي كتبها أبناء هذه الأمة، فضلا عن غيرهم من المستشرقين في مختلف التخصصات والميادين. ومن هنا فإن الرسالة العلمية التي تطلع بها المؤتمرات في مجتمعاتنا العربية هي تقديم أفضل خدماتها من خلال البحوث النظرية والميدانية في العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. كلفني معالي وزير الثقافة الدكتور محمد داود تمثيله في مؤتمركم هذا، وهو كان يتمنى أن يحضر شخصيا لكنه اعتذر بسبب السفر، راجيا أن تكلل أعمال المؤتمر بالتوفيق والنجاح، وفي غمرة واقع تتراجع فيه نظريات والدراسات الأدبية والتاريخية
والفلسفية، وتبقى اللغات ضمن مساحات متباينة تراودنا فكرة الانتصار لهذه المسارات. وهنا يصبح الكلام متاحا حين نستعرض إضاءات الماضي في هذه الاختصاصات وفضاءات الحاضر المفتوحة على جميع القراءات، حيث علوم الأولين وتاريخ الماضين وما ستؤول إليه أحوال الناس حاضرا ومستقبلا لا يقبل الارتجال أو الارتحال. نجتمع اليوم في تظاهرة علمية تتم في إطار الشراكة بين كلية الأداب ووزارة الثقافة وعدد من الجامعات والمعاهد والمؤسسات اللبنانية والعربية والإيرانية في سعي إلى تطويع العلوم الإنسانية والاجتماعية في خدمة المجتمع من خلال الإفادة من مقولاتها وأدواتها في إيجاد حلول لإشكاليات وقضايا متعددة شائكة، ورسم خارطة طريق ووضع توصيات من أجل حل أو تحسين أو تعديل. عودنا نتابع صبحيتنا، برحب بكل اللي انضموا لنا مشاهدينا، نحن وياكم مع مجموعة من الضيوف ومجموعة من المواضيع. رح نتابع هيدي الصبحية اللي كانت التالي، رح يخدنا إلى عالم المسرح، مسرح اسطنبولي وجمعية تيرو للفنون، لنتعرف على عروض جديدة للأفلام القصيرة ب 11 و12 و13 الشهر بالمسرح الوطني اللبناني. بيستني رحب برئيس جمعية تيرو للفنون إبراهيم إبراهيم. صباح الخير إبراهيم. صباح النور. أهلا وسهلا فيك معنا، شرفتنا، اهلا وسهلا ابراهيم. ابراهيم كنت ضيوفنا سابقا وحكينا عن تيرو للفنون، كما وحكينا ايضا عن مسرح اسطنبولي. بدي اياك ترجع تذكر المشاهدين مين هن جمعيه تيرو لو سمحت. جمعيه تيرو للفنون هي جمعيه شبابيه بتقوم على مبدا التطوع، نعم، وخلق مساحات حره وكسر المركزيه الثقافيه. بلشنا اول شيء بالمسرح الصغير، وبعدين انتقلنا على سينما الحمراء بال 2014 لل 2016، بعدين انتقلنا على سينما ستارز من 2016 لل 2018، وهلا نحن حاليا بسينما رولي بمدينه سور. نعم. هي فكره الجمعيه او الهدف الاساسي، من الجمعيه هي انه نخلق مكان للناس يعبروا فيه عن حالهم، عن مواهبهم، الطاقات اللي بيحبوا يقدموها، يكون في مهرجانات للمدينة، مدينة سور أو المدن اللي حواليها، ويكون الناس تقدر تحضر مهرجانات، مش بس إنه المهرجانات ببيروت وما تقدر الناس تروح، ويكون بكل مدينة يكون الفن للناس اللي حواليها، للناس الموجودة بالمدينة. يعني لا مركزية المسرح بمحل من المحلات، صحيح؟ لا للمركزية تماما، لا مركزية المسرح، يعني عم تشتغلوا لحتى يكون في مسرح بكل المناطق لكل الناس. قديش هذا الشيء مهم لحتى الناس تكون فعلا على تماس مباشر مع المسرح؟ المسرح هو شيء مهم للناس تتعرف عليه، يعني يمكن الواحد ما يكون بحب يمثل، ما يكون بحب يفوت بالفن، بس على الاقل يكون بيحضر فن، بيشوف فن، بيطلع على ثقافات جديدة، على ثقافات ناس، وعلى يعني المجتمع اللي حواليه، يقدر انه يكون مثلا حتى لو هو مش عم بيواكب مثلا تطورات الحياة، ممكن المسرح يقدم له كل شيء. صحيح، وهذا حق المواطن بكل احوال انه يكون يقدر يحضر مسرح، يروح على المسرح، يشوف مسرح بطبيعة الاحوال، لانه كمان هو نوع من الترفيه، التثقيف والترفيه بنفس الوقت. بتجربتكم بجمعية تيرو، مين بدهم شباب وصبايا من اي اختصاصات، شو بيعملوا بهذه الجمعية لو سمحت؟ هلا الجمعية بتضم شباب لبنانية وفلسطينية وسورية وعراقية.
في ناس مختصين بالمسرح، في ناس مختصين بالسينما، في ناس بيدرسوا اختصاصات تانية بزنس بس عندهم هواية بالفنون بالسينما أو المسرح أو الرسم. وفي ناس بتحب أنه تكون موجودة بالمهرجانات، تكون متطوعة تشارك تحضر مهرجانات. يعني في تنوع بالناس اللي موجودين بالجمعية لحتى فعلا تقدموا مادة منوعة وتقدروا يعني توصلوا لكل أهل المنطقة بسور والجوار بموضوع المسرح تحديدا. مبتع عن الجمعية مسرح اسطنبولي، يعني من جمعية تيرو صار عندنا مسرح اسطنبولي، أيضا عرفنا عن هذا المسرح. هو مسرح اسطنبولي بلش بال 2008، نعم، بلش يعمل عروض مسرح شارع وعروض متنقلة. ضلوا المسرح من 2008 ولهلا بعده ماشي. كان كم عرض قدم المسرح من 2008 لليوم؟ قدم يعني عروض كتير صراحة، ما في لك يعني قدموا عروض إذا بدك بلبنان وبرات لبنان كمان. نعم. عروض متنوعة وكتيرة. وكان هو بعده الفريق المسرح الشباب موجود بيتدربوا من فترة لفترة، بيقدموا عروض اسكتشات ومسرح لشو اسمه المناطق، بيروحوا مثلا على مناطق إن كان سينما إن كان بالسينمات أو كان بالفضاء الطلق. نعم. للناس. نعم، يعني اليوم مسرح اسطنبولي عم بيقدم عروض مسرحية متنوعة بأكثر من منطقة لحتى يقدر يوصل لكل الناس ويوصل المسرح لكل الناس. بيتمرن بطريقة دورية فيها الناس تنتسب له، وخبرني عن هالتفاصيل. أكيد أي حدا في ينتسب للفريق إذا هو بيحب يكون معنا، وبطريقة دورية يعني كل فترة وفترة بالشباب بيتجمعوا بيتمرنوا. نعم. وإذا كان في عرض بنروح بيروحوا بيعرضوا الشباب. نعم. وأي حدا بيحب يكون موجود بالفريق المسرح بيجي لعنا. تمام تمام. لكن بعد ما تعرفنا على الجمعية وعلى مسرح اسطنبولي اللي حكينا عنهم يعني مرارا وتكرارا، بدي روح إلى نشاطكم الجديد اللي هو ب 11 12 و 13 الشهر، مجموعة أفلام قصيرة تحديدا. خبرني عن اختياركم لهذا النشاط. اخترنا هذا النشاط لأنه هو من ضمن نشاطات المسرح الوطني اللبناني بمدينة صور. نعم. وقررنا من انطلاق هيدي السنة الجديدة أنه نعرض أفلام من إنتاج جمعية تيرو اللي هن العودة إلى ساو باولو، فيلم درامي قصير مدة 21 دقيقة، والحلم الأول وثائقي للمخرج العراقي محمد العامري اللي بيحكي عن بدء المسرح الصغير وفكرة مسرح اسطنبول. خليني بكل عمل لوحده. أول عمل العودة إلى ساو باولو، أي متى رح ينعرض؟ العودة إلى ساو باولو رح ينعرض ب 11 و 12 و13 بالمسرح الوطني اللبناني بسور، رح ينعرض على مدار 3 أيام. في وقت محدد؟ على الساعة 4 على الساعة 4 المساء، والدعوة عامة لكل الناس بطبيعة الأحوال. خبرني عن هذا العمل، هو إنتاجكم إنتاج مسرح اسطنبولي. خبرني عنه، شو بيحكي، شو تفاصيله. العودة إلى ساو باولو هو فيلم متصور بالبرازيل من إخراج البرازيلي يوغو هاتوري، وبطولة الممثل قاسم اسطنبولي والممثلة جينيفر سوزا، وإضافة لأكيب فريق برازيلي من شباب هواة وشباب محترفين. بيحكي الفيلم عن فكرة الهجرة اللي عم نعيشها نحن هلأ بمجتمعنا، بوقعنا فكرة البحث عن مكان جديد، الشباب اللي بيدور على مطرح تاني لقلو لحتى يبدأ حياة جديدة، لحتى يبحث عن الأمل، لحتى يكون قادر انه يمكن يطلع من الواقع اللي هو عم بعيشه. صحيح. وهذا واقع عليم عم بيعاني منه الشباب اللبناني السوري العراقي الفلسطيني، يعني واقع عليم يعني عم بيوحد الشباب بهذه الدول للأسف. يعني الكل يبحث عن مكان جديد يعيش فيه، يمكن يكون قادر يستوعب طموحاته. هذا لب الفيلم. صحيح. كيف ترجمتوا هذه الفكرة؟ ترجمناها للفكرة بأنه العمل أو فكرة أنه الممثل قاسم اسطنبولي لما بيقول أنه اليأس ما يعني ما له مكان، دايما ابحث عن أي شيء على الأمل، ما توقف بمطرحك. الإنسان إذا بيقف مطرحه
ما ممكن يحقق شيء. صحيح. لابد من أن دائما يكون في تحدي، دائما يكون في مغامرة، دائما البحث عن جديد، عن حياة أفضل لكل حدا. إذا هذا هو الفيلم الأول، رح نعرض 3 أيام 11-12-13 بتمام الساعة 4، وقته 21 دقيقة. رح يكون في حوار مع بعد الفيلم، يعني رح يكون في حوار بين الجمهور وناس قيمين على بالجمعية، ولا لا فقط عرض أفلام؟ هلا نحن نعرضه ونفتح المجال للناس اللي بحب يكون يعملوا حوار يناقشوا بالفيلم. تماما أكيد. تماما. الفيلم الثاني الحلم الأول، خبرني عنه أيضا. هو فيلم وثائقي بيوثق المسرح الصغير اللي هو بداية الحلم. هو الحلم الأول هو بداية الحلم أنه يكون في مسرح لكل الناس. مسرح بالمدينة إذا بدك، المسرح يعني اللي بيعيش فيها الممثل قاسم اسطنبولي، بحب انه يكون عنده مسرح بمدينته، بحب انه يكون عنده مسرح للناس. نعم. بحب انه كمان الحلم للناس القديمة يلي كانت تحضر سينما زمان، ترجع انه تلاقي حلمها انه ترجع تحضر السينما، ترجع تشوف هدول الافلام اللي كانت تنعرض زمان، يرجع يحضروها هلا مع اولادهم مع احفادهم. يعني هو وثائقي عن مسرح اسطنبولي، كيف أعيد افتتاح المسرح، كيف تمت عملية الترميم إذا صح التعبير، والانطلاقة وغيرها من تفاصيل. هو حلم مثل ما قالت، يعني حلم ولكن أصبح حقيقة هذا الحلم. هذا فيلم وثائقي أيضا، رح يعرض 3 أيام 11-12-13، توقيت العرض أيضا شو رح يكون؟ على الخمسة، على الخمسة، يعني بعد العودة إلى ساو باولو رح يكون مع الحلم الأول. في مشاريع جديدة عم تحضروا لها، يعني اليوم بعد العروض، عروض الأفلام القصيرة، في مشاريع جديدة عم رح تشتغلوا عليها؟ قريبا رح يكون عندنا مهرجان أيام سور الثقافية من 18-20 الثاني، اللي حيحكي عن مدينة سور بتراثها من أفلام وسينما ومسرح وكورال رح يتقدم. وكمان عندنا بشهر 2 مهرجان سور للأفلام القصيرة. لكن هذه المشاريع المستقبلية اللي رح تقدموها طبعا اليوم. انتم أهمية استمراريتكم بهذا العمل كشباب وصبايا، قديش شايفين هذا الموضوع ضروري، وقديش متمسكين بمسرح اسطنبولي وبجمعية بنفس الوقت؟ هي الفكرة انه الناس او الشباب اللي هلا بهالايام بتلاقيهم ما عندهم هدف، يعني اكثر شغلة بيعملوها يمكن بيروح بيقعدوا على القهوة. ففكرة هيدا المكان أو هيدا الفضاء وتمسكنا بالجمعية وتمسكنا بالمسرح اسطنبولي إنه بيخلي الناس تعبر عن طاقتها، عن مواهبها، عن قدرتها إنه تكون، إنه يثبتوا إنه لا نحنا نقدر نعمل شيء بهيدا المجتمع، نقدر نقدم لمدينتنا وخاصة شيء مدينة سور. تماما هذه المدينة اللي فعلا تستاهل يكون في شباب وصبايا عم بيهتموا فيها، يكونوا متطوعين من أجل أنه فعلا يكون في عنا مدينة أفضل، يكون في حظوظ أكثر للناس ضمن المدينة. إبراهيم سبع، وحكينا بالتفصيل عن الأفلام اللي رح تنعرض 11-12-13، تعرفنا عليها، على مخرجينا وعلى مواضيعها. رح نشوف بعض المشاهد اللي أيضا بتعرفنا أكثر على الأفلام القصيرة اللي رح تعرض 11-12-13 بالمسرح الوطني اللي لبناني بيصور. تفضل. من جديد مشاهدينا متابع نحن وياكم بفقراتنا لليوم. صبحيتنا مستمرة مع مجموعة من الضيوف ومجموعة من المواضيع المتعددة والمختلفة. الصفحة الرياضية نحن وياكم رح نتعرف على تفاصيلها لليوم مع مجموعة من الضيوف، ومع ضيوف تحديدا من عائلة كلش، هذه العائلة المعروفة بوسط الفنون القتالية وتحديدا برياضة المواي تاي. إذ أنه مايا هي بطلة آسيا للعام 2019، وخي محمد طبعا هو بطل دولي بهذه اللعبة. طبعا محمد ما قدر يكون موجود معنا لليوم، وخليني اقول انه علي هو والد مايا، ومحمد هو المدرب اللي بيتابع تمارينهم. بصيرني رحب بعلي ومايا. علي كلش، يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك المشاهدين. اهلا وسهلا مايا كلش، اهلا وسهلا فيك، أهلا بطلة اسيا عام 2019 بالمواي تاي. اهلا وسهلا فيكم، والف مبروك اللقب بطبيعة الاحوال. خليني اقول انه ما في شك انه الفوز ببطولات عديدة من عام 2014 لليوم بلبنان وبالبحر المتوسط وآسيا أيضا، وحزام الورد كاب اللي عم نشوفه اللي أيضا حصلت عليه، ولقب أفضل لاعب، مهد الطريق لك مايا بأكثر من مجال. كيف بتشوفي مشوارك اليوم من 2014 وصولا إلى بطولة آسيا بال 2019؟
مشواري كان متعب كتير بس أكيد بفضل تدريبات بي خلاني أوصل. يعني أول شيء كنت ما بعرف ولا أضرب بوكس حتى من أنا وصغيرة، هو تعب علي لحتى علمني كل شيء لحتى خليني أوصل من بطلة لبنان لبطلة العالم. يعني اليوم بتشوفي هذه المسيرة اللي عم تتطور ويوم بعد يوم في اكتساب مهارات جديدة وفي في وصول لمحلات أفضل 100%. تماما. حتى هذه اللعبة صارت عالمية وهلأ فاتت على الأولمبيكس، فكتير قوية هذه اللعبة وكتير مهمة للبنات للشاب. يعني حتى ببلاد برا بيهتموا فيها للبنات كأنه للشاب نفس الشيء، ما في أي تفرقة بيناتهم. نعم، خلينا نشوف فيديو صغير نرجع نتابع الحديث. شو عم نشوف نحن بهذا الفيديو؟ بطولة آسيا كانت عم تلعب مع بطلة العالم بالهند، فمن أول جولة من أول 35 ثانية كانت مايا قاضي عليها بالنوك أوت بالانسحاب. سو هذه من أول جولة، بعدين أكيد تأهلت للعبة مع الفيتنامية وعملت أولى كمان بآسيا هذه سنة 2019، بلس إنه هي عملت قبل بشهرين كمان أولى بالعالم بمشاركة 103 بلدان. أخذت نمبر 1 بوزن 60 كيلوغرام بالمواي تاي، عملت أولى كمان، وأخذت لقب رايزنج ستار بالمقاتلين على الشباب وعلى البنات أوفر 14 years. قديش أنت فخور فيها علي؟ أكيد أنا فخور فيها وبتمنى لها كمان أيام حلوة تيجي عليها إن شاء الله بعد. ونحن بنعرف بظل هالظروف اللي الراهنة اللي مارقة على بلدنا أكيد عم بقدر أدعمها الماكسيموم حتى بقدر نوصلها لها. تمام علي. في كتير ناس بيتمنوا أنه يكون بيهم عم بيدربهم مثل ما أنت عم بتدرب مايا. اليوم كيف تفصل بين 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 الأبوة وبين وبينك كمدرب؟ يعني نحن مجرد ما فتنا على التريننج على النادي هيدا بيفصل نهائيا عن أنه يكون الواحد أب. ما في أخلط بين اثنين لما بكون بالجيم، لانه ساعتها بصير في فشل بالموضوع. مشاعر على جنب والتدريب، مشاعر على جنب والتريننج على جنب، لانه هي حتقابل ابطال عالم اكيد لما هي بتلعب ب 103 بلدان. يعني كل بلدان العالم، المانيا، ايطاليا، فرنسا، تشيكيا، كل الابطال بينزل بوزنها 12 15 بنت كلهم من ابطال العالم المحترفين. نعم. اللي هن مهيئين باتحاد الايفما. فانت بتكون عم تهيئها لتخوض هيدي التجارب، تخوض هيدي اكيد التجارب، مثل ما هيانا رئيس الاتحاد اللبناني استاذ سامي ابراوي اللي هو استاذنا اللي هو نحن ربينا عنده من سنة 82 الى الان جيل ولا جيل لحتى اللي وصلنا نحن قدرنا لنوصل اولادنا على نفس الطريق اللي هو مشاها مشينا عليه. تماما. مايا 2020 انطلقت، شو هي تجهيزاتك؟ شو هي البطولات اللي راح تخوضيها؟ في مشاريع صارت واضحه؟ اكيد طبعا. هلا انا كنت عم العب بفئه الجونيورز يعني تحت ال 18 years، هلا بدي بلش العب مع الكبار سينيورز. نعم. ايوه، فهلا بتصير اكيد المواجهه اكبر. رح تنطلقي من مرحله الى مرحله الى مرحله ثانيه. ايضا عم نتابع نحن وياكم فيديو، شو عم نشوف هون عليه؟ هون تتويج مايا هيدي السنة ببطولة العالم اللي صارت بتركيا وشاركوا فيها 103 بلدان، عملت مركز أول. نعم. ورفعت علم لبنان بالعالي وكانت البنت الأولى اللي هي يعزف النشيد الوطني اللبناني على 103 بلدان بنمبر 1. حلو. أكيد نحن بنعرف أنه هي علامة فارقة صارت ب مع النسوان، انه مثل ما بيقولوا انه هي اتس نمبر 1 عالميا. نعم. اكيد لما بترفع علم لبنان بالعالي وبنحط لبنان بالمرتبه الاولى هذا شيء فخر للبنانيين. طبعا خلينا مايا بين الدراسه اليوم وبين البطولات اللي عم تحرزيها، وين الاولويه؟ اكيد عندي اياهم اثنيناتهم بالمركز الاول، انا عم ادرس نيرسينج. واكيد بدي اتشكر وجه لهم تحيه لاساتذتي استاذ ايمن صعب ومس مدلان بدياب. بحب وجه لهم تحيه لانه عن جد هن كثير بيهتموا فيي وبقدروا انه انا بتعب بالميلتين، يعني بتمرن وبدرس ومتفوقه بدراستي.
نعم يعني بياخذوا بعين الاعتبار ظروفك وبياخذوا بعين الاعتبار توجه اللي عندك لتكوني عم تخوضي هذا النوع من التحديات. طبعا وبيدعموني كثير كمان بيعطوني معنويات وبتشكر رفقاتي اكيد. نعم يعني ان شاء الله دائما هذه يكون ناس يعني عم تعطي معنويات لبعض. كوتش في نمط تدريبي معين بتتبعوا معي لحتى عم تقدر توصل لهذه المحلات؟ اكيد اللي بده يحترف هذه اللعبه بده يكون وكانه عايش باكاديميه كانه هو مشروع انه نص نهاره بده يكون تريننج ونص نهاره بده يكون لحياته الطبيعيه. فوق الاربع ساعات تريننج بالنهار يوميا يوميا مكثف اكيد هيدا لما بيكون عنده لقاء بدها تعمل لقاء اكيد بصير مكثف اكثر ما يقارب من الاربع ل ست ساعات تريننج بالنهار. يعني كل ما قربت بطوله معينه بزيدوا ساعات بزيدوا ساعات التدريب. مايا وين بتشوفي حالك بعد 10 سنين؟ في هدف معين رسمتيه لك واضح؟ طبعا انا هلا بهمني انه ارفع علم لبنان ببلاد برا لانه اللبنانيه هن عندهم عن جد قدره انه يعلوا علم لبنان هن موهوبين لبنانيه وعندهم قدره وعندهم اراده. تماما. فنحن برياضتنا عم نحاول نعلي علم لبنان ونعلي اسمنا اكيد وارفع راس بيه بالتمرين. دائما بيك فخور فيك بطبيعه الاحوال كوتش. يعني اليوم في اساليب الاسلوب المعتمد لاصال اي شخص للفوز بالبطولات اليوم. شو هي الاساليب الافضل لحتى يكون اي شخص عم بيروح لهذه الرياضه يوصل لبطولات؟ الاساليب الافضل اول شيء بده يتخذ واحد الكوتش اللي هو فعلا بيقدر يوصله لهذه المرحله يكون عنده خبره كافيه مدرب بشكل ودارس هذه الدراسات. نحن السامي ببعثنا على بانكوك كل سنة بين المرة والمرتين دراسات لنعمل فيها دراسات عليا بيكون عم يشرف علينا وبيطلع معنا وبنعمل امتحانات دولية. نعم. هونيكي بده يكون هو أول شيء عنده دراسات بالمواي تاي دولية بده يطلع يدرس مثل كأنك أنت عم تدرس بجامعة لتتخرج نفس الشيء لنوصل لمرحلة الماسترز اللي أخذتها أنا هديك السنة بال 2018 من شي سنتين يعني صرنا بال 2020 2018 اكيد نحن كل سنه لما بنطلع على بانكوك وبنعمل دورات مكثفه مع رئاسه اللعبه عالميا. نعم. هيدا شيء اكيد بيوصل التلميذ لانه عم نعطي عم ناخذ ونعطي ناخذ ونعطي دغري اوتوماتيكيا عم تتطوروا وعم بتطوروا الموجودين. يعني غير هيك ما بيقدر يوصل التلميذ بصير عنده اصابات اذا المدرب منه ناجح اصابه بتوقفه شهرين ثلاثه اذا الاستاذ منه كان عامل ماسترز حقيقي. نعم. مش انه ماسترز من برا اخذ الشهاده كيف ما كان 100%. في حظوظ للبنان؟ شو هي حظوظ لبنان بهذه اللعبه تحديدا؟ لبنان عنده قدرات يعتبر مثل ما مايا عملت نمبر 1 اغلب اللعيبه اذا كان في فعلا دعم اول شيء بالنسبه نمبر 1 دعم مادي للي بده يلعب لانه لبنان بتعرفوا احنا بحالتنا هلا حاليا ما في دعم مادي ابدا. كل تلميذ هو عم بيكون متكفل بحاله بكل مصاريفه ليطلع من لبنان على حسابه وبيطلع باسبور وبيطلع كل المصاريف المصاريف اللي هي كتير صارت عبء على التلميذ. نمبر 1 هيدا بشيله. نمبر 2 انه هو بده يكون عم يتمرن شيء مكثف ولبنان بيعمل دائما اول بالعالم اذا تامن له هالشغلتين الدعم المادي والمدرب المضبوط يكون من الاتحاد اللبناني للتاي بوكسينج اكيد بده يكون مخرج تحت ايدين استاذ سامي قبلاوي صراحه بالمواي تاي لانه هو عربها بالعرب هو دخلها على العرب مثل ما دخل الكيك بوكسينج سنه 79 دخل المواي تاي سنه 95 على لبنان وعلى العالم العربي. لكن انا مثل ما تقول دعم مادي والتدريب صحيح. نعم. يعني بالاطار. نعم. الصحيح بده يكون عم ياخذها من المنبع صحيح قادرين يوصلوا اللاعب لبطولات عالميه. مايا كلمه اخيره بتحبي تقوليها بهذا اللقاء؟ بحب اتشكر العالم اللي وقفوا حدي ودعموني معنويا وفعليا. نعم. بحب اتشكر استاذ مازن زياد زعني. بحب اتشكر الحاج ابراهيم قاروط واستاذ كامل امهاز وبحب اتشكر العميد خالد جارودي وبنته فرح جارودي عن جد كل اللي وقفوا حدك ودعموك بطبيعة الأحوال لحتى أكيد. تقدري توصلي لهيدي البطولات. استاذ علي كلمة أخيرة لو سمحت. المهم انه الجيل الصاعد يلتهي بشيء اسمه رياضة بدل ما ينحرف. انا بدعي الأهالي كلياتها تنزل أولادها على هيدي اللعبة اكيد تحت ال 13 سنه ما في ضرب نهائيا على الوش والسيفتي فيها كثير قوي جدا جدا جدا. تماما.
بدعيهم بدل ما ينحرفوا على الايباد وعلى الاشياء اللي هي عاده بتوقف الدماغ عن الشغل وبتعطل الواحد عن التطور، يلتجوا على الرياضه وتنميه الجسم، لانه الجسم السليم عاده مثل ما بيقولوا في تفكير سريع افضل وفكر افضل بكثير. اهلا وسهلا فيكم. بس كمان شكر اكيد خاص لمدامتي عبر تلفزيون لبنان، ولا استاذ محمد نسب كمان اللي كمان هو دائما بيوقف معنا بالمراحل الصعبه، وشكرا لكل اسره تلفزيون لبنان اللي هي عن جد عن جد اتاحت لنا هالفرصه الرائعه، لانه اغلب التلفزيونات ما حدا ذكرنا، جينا نحن هذا واجبنا، نحن جينا وما كانه ذكرنا صراحه بعد كل هالبطولات. هذا واجبنا، نحن بنتشكر كثير تلفزيون لبنان والاسره المساعده اللي هي اتاحت لنا هالفرصه لحتى يعرفوا انه مايا عملت. اهلا وسهلا فيكم والف مبروك لاولادنا، الف مبروك مايا من جديد علي ومايا كلش، شكرا لكم. اهلا وسهلا فيكم بهذه الصبحيه الى المزيد من البطولات مايا والتحديات الجديده. اهلا وسهلا، شكرا لكم. مشاهدينا رح نتابع نحن وياكم باطار برنامجنا لليوم سوا، بنروح الى تقرير حول مسابقه الاملاء باللغه العربيه للعام 2020 بكليه العلوم الانسانيه بالجامعه اللبنانيه. بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، كل الناس تحتفل بهذا اليوم على طريقتهم، ونحن هنا في كليات الأدب والعلوم الإنسانية نحتفل على طريقتنا بإطلاق المسابقة الأولى لهذا العام، والتي تشمل كل أقسام الفرع الأول. يعني هذه المسابقة نوعية، ونحن نؤسس لهذه المسابقة كي تشمل كل كليات الجامعة اللبنانية في المستقبل. أهمية الإملاء العربي أنها تدعو الطالب للانتقال من رسم الكلمات رسما صحيحا إلى إغناء وإنماء لغته، إلى إنماء لغته وتراثه. أيضا تساعد الطالب على تنمية قدراته الثقافية. أيضا تجنب الطالب الخطأ في الكتابة، لأن الخطأ في الكتابة يشوه اللغة. الإملاء العربي هو فرع وجزء لا يتجزأ من اللغة العربية. نحن ندعو كل الجامعات، كل المدارس إلى إقامة مسابقات دورية وسنوية شهرية باللغة العربية بفرعها الأساسي اللي هو الإملاء العربي. لاحظنا أنه الكتابة بالعربي في تراجع، رغم أنه اللغة العربية نسبة للغات الأخرى مثل الفرنسي مثلا لغة أسهل. يعني مش ضروري أنه الطالب أو أي إنسان يعمل أخطاء، ولكن هناك أخطاء كثيرة، هي نوع من تسليط الضوء على لغتنا، على ثقافتنا، على هويتنا. هذه من الأمور اللي نحن لازم نكون متمسكين فيها، ما لازم نتخلى عنها، لازم يعني بالعكس نكون ما نقبل التراجع. ولكن للأسف التراجع بيكون بإيدنا، يعني مش بإيد بس يعني إنه والله اللغة الإنجليزية الأمريكية اللي هي طاغية، لا، لأنه حتى نحن في كتير ما عاد بدهم يكتبوا بأحرفها، ما عاد بدهم يكتبوا بلغتها، الكتير المعاملات عم بتصير بالإنجليش. وأنا انبسطت يعني إنه شفت في الجامعات في حركة نحو اللغة، يعني الانتباه، لأنه ما لازم نفقدها. يعني هيدي نحن فقدنا اللغة، يعني فقدنا كل شيء. في عندك ثقافات بأفريقيا ما عندهم لغة، لا يعدوا غير موجودين ولا بالأمم المتحدة ولا على الصعيد الدولي ولا اللغة، يعني نحن ما حاسين فيها للأسف، ولكن هي مصدر قوتنا، لا تتخلى عنها. يعني الإملاء يعني تلبي أربع خمس حواس، يعني عنا النطق، البصر، السمع، اللمس، وأي إخلال بواحد من المهارات يؤدي إلى الخطأ بالإملاء. وبعدين طلابنا في الجامعة يفتقرون إلى مادة الإملاء، يعني في الثانوي ما في عنا إملاء، في الجامعي ما عنا إملاء، وهذا بالطبع ينعكس سلبا على اللغة.
ونحن بنعرف برنار بيفو الفرنسي طاف العالم كله بالدكتية اللي عملها. يعني ما فينا نقول أنه اللغة العربية بألف خير، اللغة العربية مريضة بحاجة إلى معالجة، وهذه المهارات إن كان الأملة أو تيسير القواعد أو تيسير المحفوظات كلها من شأن أن يقوي اللغة. للأسف يعني عم يتخرج من اللغة العربية خريجين عندهم أخطاء إملائية، فهي القواعد الإملائية لضبط الكتابة فهي أكيد شيء كتير مهم وضروري، يعني الكتابة بشكل صحيح. نحن عم ندرس لغة عربية بقواعدها الإملائية، المفروض الكتابة تكون مظبوطة. الإملاء هي أهم شيء بالنسبة للأدب، ونحن كلية أدب وعلوم إنسانية، والإملاء كتير مهمة أول شيء من حيث الثقافة العامة من حيث كل شيء، فأكيد كتير بتهمنا أنه نحن نعرف المستويات ونعرف حالنا نحن وين. هيدا الحب الاطلاع لنعرف نحن قديه مستوانا، ولو حتى كمان ما كنا من نحن من الاوائل بس بنعرف انه اي مستوى، حتى الكلمات اللي يمكن هلا يقولوها يمكن يكون اول مره بنسمعها، فحب الاطلاع شيء كتير حلو.